السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندي واحد الشهادة في حق الرجال والنساء ديال الريف والعلاقة اللي عشت معاهم أنايا. أنا هذا العام هذا كامل وأنا كنوجد في الأطروحة ديال الدكتورة في الطب، والاسم ديال هذه الأطروحة هو حالة الصحة في المريض، ودرناها على شكل مشروع غادي يكون على شكل روبورتاجات وكذا، سميتها مالك. فبدينا بمراحل، شفنا المرحله الاولى هي الاطلس، ومن بعد زدنا للريف، دوزت فيها شهرين الريف وجميع المناطق تقريبا ديالها، من اكني بني بوفراح امزورن سنادا تركيست بني قميل والحسيمه والنواحي ديالها. وشفنا الحالة ديال الصحة تما، الحالة ديال الناس تما، ومثلا انه مثلا في اغني المستوصف مسدود، كاين ومسدود، والناس كيمشيو لبني بوفراح اللي كاين طبيب واحد تما اللي شد على الكاين ديالو هاد الناس كاملين. الطبيب الدكتور فؤاد اللي كان من هذا المنبر هذا كنقدم له التعازي ديالي، الله يصبرو. وكل عام كنمشي للمنطقه ديال الريف عند الاصدقاء والعائله، ولا مره وحده ولا مره وحده سمعت شي واحد كيهضر على الانفصال، ولا مره وحده باش نكونوا فاهمين، ولا مره وحده سمعت ولا تحطيت انايا وانا ما كنهضرش لها، تحطيت في شي موقع انه نحس بالعنصريه او شيء من هذا القبيل، ولا مره وحده. نعطيك على سبيل المثال باش نعرفوا، باش ما يبقاش واحد، حيت كاين واحد التضليل ديال الراي العام، واحد الكلام كيخرج هكا غير مسؤول. في الحسيمه مثلا تخرج البنت مع الجوج ديال اللي ما كاينش اللي يدوي معاها، ما كاينش اللي يتصرع عليها ويكلل عليها لفه، تشفرت قليله بزاف في الريف. يعني باش نكونوا فاهمين، ما كنقولكش تما راه جنه، كنقولك حجر رطوب فين ما مشيتي باش نعرفوا الواقع ديال شنو كاين. حيت كيخرج مسؤول سياسي في الحكومه وكيقول لك انه هاد الناس هادو باغيين الانفصال، هذا شيء خطير انه يتقال. هذه هضره غير مسؤوله وهضره خصو قالها في علم مباشر، خصو يعتذر ويسحب هاد الهضره ديالو، لانه هذه هضره ما عندها حتى شي واقع. حنا غادي نهضروا على المطالب ديال الناس ديال الريف شنو هما، ونشوفوا واش مسؤولين واش مشروعين ولا غير كلام باطل ويريد به يراد به امور اخرى. ف الناس السياسيين ديال المنطقه فين هما؟ انا بغيت نعرف فين هما الناس اللي كيسهروا على تدبير ديال السياسات ديال الريف، فين هما؟ حيت السياسه راه ماشي هي انك تمشي للندوات كوستار كرافات، السياسة ماشي هي تجمع حول الموائد، ماشي هذه السياسة. السياسة مثلا تعرف علاش وتطرح السؤال علاش مثلا السردين في بني بوفراح منطقة ساحلية وفي الحسيمة منطقة ساحلية كيدير 20 درهم، وملي تطرح السؤال بدا تفهم شي امور، وملي بدا تفهم شي امور بدا تندد به. هذا هو الرجل السياسي اللي كيكون ديال رجل الحق. الناس ديال الريف شنو المطالب ديالهم؟ عندك كيطلبوا مستشفى ديال السرطان. خصنا نعرفوا بان الريف هي المنطقه اللي فيها اكثر الناس يوم السرطان في المغرب، علاش؟ وهذا ده موضوع اخر، ولكن هذا واقع. يعني هذا ماشي غير حق، هذا من البديهيات، انه خصو يكون ان بول دونكولوجي في الحسيمة، على غير شنو كاين في فاس وشنو كاين في الرباط وكذا وكذا. واش هذا المطلب هذا حق ولا باطل؟ ها كيطلبوا بالجامعة يونيفرسيتي، حيت عندك الحسيمة والمناطق ديالها فيها 300,000 نسمة، بلا ما نهضر على الريف كامل، 300,000 نسمة، والناس باش كيقراو كيمشيو اما كيهبطوا لفاس اما كيمشيو لوجدة. كيطالبوا بروافد اقتصادية، دي لوفي ايكونوميك،
وكي واحد المصطلح كيتقال هو رفع العسكره. شنو المعنى ديالها رفع العسكره؟ هو كيقولوا تيطالبوا باش يزول واحد الظاهر ولا يتذاكر بعد عليه انه يضمحل واحد الظاهر ديال انه هاد لا زون ديال الحسيمه سي اون زون سو بروتيكسيون ميليتير. اي دونك هادشي كي ما كيجيبش استثمار، حيت الاستثمار خصو الثقه، وكيشوف هادشي ديال الميليتير اذا ما كيكونش استثمار. منين كتمشي الثقه كيمشي الاقتصاد، بحال شويه العلاقات الانسانيه. ف واش هذا حق ولا باطل؟ انا خصني بغيت نعرف انا هذا الامر هذا. وتيجي الاستاذ اللي كي يخرج هكا امام الراي العام وكيقول لك هاد الناس هادو مولين من الخارج، وكيمعني بها كلام، حيت هاد الكلام هذا راه ماشي غير هذا كلام خطير. مولين من الخارج يعني شنو المعنى ديالها؟ هاد السيد هذا كيبين جوج الامور. كيبين انه ما كيعرفش البتة كاع المنطقه ديال الريف كاع، ما كيعرفهاش، لانه هذا قال بديهيه، امر بديهي من مده كبيره من بعد الاستقلال وعندك الريف مولى من الخارج. وشنو هو الخارج؟ هما ابناء وبنات المغاربه اللي كيمشيو هاجروا، عندهم دوبل ناسيوناليتي، اما في الطلياني اما في هولندا اما في البرتقالي اما في السبليون اما في هاد الدول هادو، وكيجيو في الصيف وكيمشيو كيعاونوا العائلات وهذا. يعني هذا يعني كتقول واحد الامور بديهيه، وانا بغيت انا نهضر مع هاد الناس هادو اللي عندهم واحد المسؤوليه. هذه راه مسؤوليه، هذه مسؤوليه، وهاد الكلام هذا راه يقدر يكون خطير، راه ماشي لعب. راه الناس لي زوم ديتا رجال الدوله خصهم يكونوا التبصر والصبر والنظره الشموليه واللون تيرميست، وماشي غير صيفط جيب كدا وكلام غير خصني نخرج نهضر. حيت ملي كنقولوا شي كلام ما كيكونش صحيح، ماشي هذا كذوب حيت بغى يكذب، حيت ما عارفش. ملي ما كنكونوش عارفين كنقولوا شي امور كتكون اقرب للباطل من الحق، باش نتفاهم. عندنا واحد القضيه، هو انه ملي المسيره ديال نهار الخميس بينات واحد الامر، بينات امور، ولكن بينات امر واضح ساطع، انه الناس ديال الريف وهاد الناس هادو اللي خرجوا ناس متحضرين وناس واعيين وناس الناس راقيين، بينوا على رقي غريب ورقي كبير، ما كان لا ضرب لا جرح لا حجر لا جنويه لا والو، كان تنديد بمطاليب. انتم شوفوا واش مشروعه ولا غير مشروعه. كان واحد التنظيم، وكان واحد الامور، كاين واحد البيراميد والامور غير شي زي، فهمتي؟ ماشي فوضى، وكاين في بعض التعليقات في الفيسبوك او شي من هذا القبيل، كيقول لك اول تعليق كيشوف هادشي كيقول لك اول تعليق فين هو الدرابو ديال المغرب. نقدر نفهمو انا اللي يقول هذا الهضره، يقدر يقول، ولكن قبل ما تقول لي فين هو الدرابو ديال المغرب قول لي فين هي الجامعه، فين هو السبيطار، فين هي المدرسه، فين هو البارك، فين هو المكتبه، فين هو هذه وفين هو هذه. هادشي اللي عاد قول لي الدرابو ديال المغرب، حيت انا شخصيا انا عندنا درابو واحد في المغرب، هو اللي احمر وفيه نجمه خضراء صافي. ما وبلا ما ندخل في واحد النقاش بيزنطي ديال لو حقا من بعد اليوطي وكذا والتاريخ، حيت التاريخ كاين اما تاريخ مزيان اما تاريخ قبيح على حسب العلاقه اللي عندنا مع التاريخ. كاين التاريخ باش كيكون مزيان كيعطينا واحد النظره للمستقبل، هذا تاريخ جميل وتاريخ خصو نتكاو عليه مزيان، يعني كي بحال واحد المرآه للمستقبل. وكاين التاريخ اللي كيعاود اللي كيرجعنا للماضي، راكعين للماضي والامجاد الماضي وواحد العدد الامور. زين الدرابو المغرب كاين درابو واحد، وما انا ما صلحليش، كانت عندي امور شخصيه ما كانش يمكن لي نكون، حيت كون كنت تما كنت انا درابو المغرب بحال كاين شي وحدين هزوا درابو المغرب،
راه ماشي ما كانش ضرب الماي باش نتفاهموا، غير هو بحال واحد شويه عزه نفس عند الناس ديال الريف، لانه حاسين براسهم تظلموا، وانه كان ذاك الدرابو ديال الامازيغيه. الدرابو ديال الامازيغيه راه كاين منذ فتره كبيره، وفي الشمال ديال افريقيا كامل، يعني ما كاينش مشكل من هذا الباب. غير هو الرسول صلى الله عليه وسلم ملي كان كيخرج مثلا للحرب كان كيخرج بلواء واحد، ماشي جوج ماشي ثلاثه ماشي عشره، بلواء واحد، حيت رمز لواء واحد، عالم واحد، حيت نتوما راكم في حرب. ومن ارقى 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 الحروب هي انه تدافع على الحق وبالسلم، هذه ارقى ما كيدار في الحروب. يعني انا بالنسبه لي خصني يكون تعليما انه يكون العالم ذو المغرب. واحد الامر الاستاذ الزفزافي، الاستاذ الزفزافي دابا انت مسؤول على واحد العدد من الناس، يعني كتهضر باسم واحد العدد من الناس وفوضولك هذا الامر هذا، كلفوك بهذا الامر هذا، يعني ماشي كتعبري على روحك انت بوحدك، كتعبر على واحد العدد. وملي كنكونوا كنعبروا على واحد العدد كنكونوا مسؤولين على شنو كنقولوا وشنو كنفعلوا، وكنكونوا مسؤولين امام البشر وامام الخالق. فكاين واحد اللياقه التواصليه ناريه ما كتشرفش رجل ديال السلم. حنا ملي كنقولوا انهار من الدماء، ملي كنقولوا يكون صعيد في ما لا يحمد عقباه، هذه ماشي الطريقه اللي بعدا بالنسبه ليا ديال السلم. وخصنا نعرفوا بانه جهنم مصايب بالطريق تقدر تكون فيها معبده بالنوايا الحسنه. راه في التاريخ بزاف ديال الكوارث كيبداو بالنوايا الحسنه، خصنا نحطوا الحظر من هذا الامر هذا، ونعرفوا شنو كنقولوا، عرفوا شنو كنقولوا، حيت هاد الجمهور العلاقات مع لافول راه خص شويه المسؤوليه في هذا الباب هذا. وانا متاكد انهم نتوما ديال السلم، وخصنا نعرفوا واحد القضيه هو دابا علي بدا السلم، حيت شنو هو السلم؟ السلم ماشي هو ملي ما كيكون، السلم هو ملي كتكون واحد المناخ مكهرب شويه فيه شويه ديال الاستفزاز وما كتجاوبش، ليس القوي ليس الشديد بالقوة ولكن من يملك نفسه عند الغضب، يعني ماشي لا ريبون ما كنريبونش. هذا هو السلم، يعني دابا يبدا السلم، دابا غادي نشوفوا السلم، خص دابا يكون صراحة السلم. وانا ما كنشكش من هذه القضية هذه. وغادي نسالي بواحد الكلام للمسؤولين في هذا الباب هذا، هو مت 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 ما تستخفوش بالذكاء ديال المواطنين، وما تبقاوش تستعملوا داك الطرق ديال لو برانس ماكيافيل، الامير ديال ماكيافيل. هذاك الكتب راه اكل عليهم الظهر وشري، الناس كتوعى والناس منفتحه وكتشوف شنو واقع هنا وهنا وهنا. هذوك الطرق ديال تفرق باش تسيطر حسن ما كتاكلش مزيان، الوطن باغي يبقى متحد وباغي يبقى منسجم. فالله يرحم الوالدين، يكون واحد شويه ديال التريوت، واحد النظره شموليه، واحد النظره متبسه، ماشي نخرجوا نبداو نهزوا الميكرو نبداو نهضروا، حنا مسؤولين، نتوما مسؤولين، والواحد المسؤول راه خصو يكون مسؤول. وكاين واحد الحاجه، خص الناس تهبطوا عندهم الطبلة وتناقشوا معاهم هذا الامر هذا. هذا هو الدور ديال الرجل السياسي، راه ماشي هو باش يبدا يرولي وكذا. الرجل السياسي هو اللي كيواجه هذه الامور وهذا الصعاب، وهذا الشيء كيوقع في جميع الدول. في جميع الدول كتوقع احتجاجات، واحتجاجات سلميه هذه، يعني غادي نهبطوا الناس وغادي نتذاكروا وغادي نهضروا، هذا ماشي تفاوض، هذه علاقة ما بين اللي كيسهروا على السيرورة ديال 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 الوطن والمواطنين. هذا أمر عادي، هادشي اللي وقع دابا راه أمر عادي، ما تكبروش الأمر. هاد الفرق ما بين الإنسان والحيوان
ماشي حتى الانسان الراقي، ما انساني ما ماشي انساني، ما الفرق ما بين الانسان والحيوان هو الملكه ديال النقاش، انه يقدر يكون ما متفقش مع الاخر ويجلس ويناقش معاه بلا ما يقتل بلا ما يسب بلا ما يهدر. ف شويه ديال الرزانه. الله يرحم الوالدين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.